هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر وملف آخر وهو الحوار الوطني. في مشاركة مهمة جدا من الأحزاب لكل الجلسات اللي بتتم في الحوار الوطني على مستوى المحاور الثلاثة السياسية واقتصادية واجتماعية. دلوقتي هنشوف لقاء مع الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية. عمل هذا اللقاء زميلنا مصطفى ميزار. الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية والحزبية المصرية. محاولة جادة لفتح المجال العام. محاولة جادة لأن يكون النص الدستوري في الذي يتكلم على النظام السياسي في البلاد يكون مع تعدد الأحزاب في المادة الخامسة من الدستور يبقى واقع تعيشه مصر والمصريين. الرئيس السيسي أحدث حراك واسع بدعوته للحوار الوطني وأركب ملعب وأركب كرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية أو ممثلي المجتمع المدني وجعلهم كلهم أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الوطن. مصر بلد كبير، مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طليقة بصاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. لذلك الحوار برغم أنه استمر سنة من التجهيزات التنظيمية لأنه أتى ثماره. الناس بتتكلم لغة مشتركة، كل الفرقاء على الساحة السياسية والحزبية برغم التباين بينهم كلهم يعني ارتفعوا إلى مستوى الأمانة الوطنية، ارتفعوا إلى مستوى مصلحة الوطن العليا. الكل بيتحدث بكلام مختلف عن الاخر ولكن عند قضايا الامن القومي الكل يتراصل متراص خلف الدوله ومؤسسات الدوله. يعني ظاهره اكثر من رائعه. انا شخصيا حضرت حوارات عديده من سنه 1982 حتى الان. لم ارى حوار بهذا العمق وبهذه المسؤوليه وبهذه الروح الايجابيه مثل هذا الحوار. الحوارات السابقه كانت حوار اليوم الواحد او حوار قضيه واحده. هذا الحوار حوار شامل يشمل مجالات سياسيه، مجالات اجتماعيه، مجالات اقتصاديه، يعني من ممكن ان اقول 113 قضيه. طيب يمثلوا كل القضايا اللي في المجتمع. طيب لو تحدثت معك استاذ ناجي عن فكره المحور السياسي وهو بصدد حوار اليوم يناقش القضايا السياسيه واعداد اعضاء المجالس النيابيه المنتخبه وايضا ما يمكن ان يستجد في المحور السياسي. يعني اقول لحضرتك النهارده الاسبوع الثالث. المحور السياسي سبقوا اسبوعين كان فيه مواد وهيجي بعد كده اسابيع فيها مواد اخرى. والمحور السياسي يعني يشمل كل ما يعني لك كراجل مهتم ومشاور العمل العام بالشان السياسي. النهارده بيناقش موضوعين في الشان السياسي. اول موضوع اللي هو مساله عدد اعضاء مجلس النواب وعدد اعضاء مجلس الشيوخ. الموضوع الثاني بيناقش ازاي نطبق الماده 103 من الدستور بحيث يعني نراها تتحرك باقدام ثابته على ارض البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ اللي هي تفرع عضو مجلس النواب. موضوعين على قدر كبير جدا من الاهميه. من حيث موضوع العدد، مصر عدد سكانها زاد. يعني انا بدات مجلس الشورى كان عدد الاعضاء 300، حاليا كان عدد السكان كام؟ وبالتالي احنا مع زياده عدد اعضاء مجلس النواب وعدد ومع زياده اعضاء مجلس عدد اعضاء مجلس الشيوخ بما يتناسب مع زياده الثلاثه على السكان وعلى الناخبين في السنوات الاخيره. لذلك انا مقترح في حزب الجيل ان يكون عدد المنتخبين في مجلس الشيوخ في مجلس النواب 600 عضو منتخب وان يكون عدد المنتخبين في مجلس الشيوخ 300 عضو منتخب. كافه القضايا مفتوحه للنقاش استاذ ناجي بمحاورها المختلفه في الشق السياسي او في الاجتماعي او في الشق العام دون وجود محاذير على الاطلاق. كيف يمكن ان نسمن جهود الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالتحديد في اجراء مثل هذا الحوار؟ انا عايز اقول لك حاجه، يعني مصر هذا الحوار ما فيهوش خطوط حمراء. الكل بيتحدث حديث صريح بما يتناسب ما يعتقد انه صحيح. تسمح لي اقول لك ان في الجلسه الافتتاحيه لهذا الحوار الدكتور ضياء رشوان عندما تحدث وقال نصا لا خطوط حمراء ولا قضايا على العكس مارسناه على ارض الواقع. يعني نحن مارسناه بدون خطوط حمراء على هذا الواقع. انا قلت كل اللي عايز اقوله. انا بقول اللي بقوله في مؤتمرات شعبيه، قلته النهارده في حوار مسجل كل الدنيا بتشوفه والرئيس بيتابعه، وبالتالي لا خطوط حمراء لان الرئيس عايز حوار صريح. الرئيس عايز حوار ناجي ينتج عنه ايه؟ خارطه الطريق للجمهوريه الجديده. الرئيس مش عارف. الرئيس لما ساب الفرصه لمجلس الامناء ان هو يعمل 113 قضيه منفصلين عن 19 لجنه فرعيه عن محاور سلاسه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه كان هدفه يبقى عندي رؤيه متكامله لمصر الجديده للجمهوريه الجديده. هذه رؤيه فيها حلول غير نمطيه، حلول خارج الصندوق لكل المشاكل والقضايا اللي بعينها الوطن. وانت لو حبيت، انا الراجل اللي في العمل السياسي بقالي 47 سنه،
وانت لو حبيت ايضا تبحث عن القضيه اللي ممكن يعاني منها الوطن المواطن، عمرك ما توصل ل 113 قضيه. مجلس الامناء حدد 113 قضيه هم بالضبط كل القضايا اللي ممكن تخطر على بالك يعني منها الوطن او المواطن.